ضمن منافسات الجولة 13 من إياب دوري عدن الممتاز، حقق فريق وحدة عدن فوزا مهما على فريق الجزيرة بهدفين نظيفين. الوحدة حافظ على الصدارة ب 35 نقطة، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 22 نقطة وحسم التعادل الإيجابي هدف لكل فريق. لقاء شمسان والجلاء ليبقيا في قاع الترتيب بثماني نقاط لكل منهما. كما تلاحظوا عندهم مباريات كلها مباريات حماسية جدا، وما فيش فرق كبيرة أو فرق ضعيفة، لأن عدن محتاجة جدا 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 إلى هذا النشاط الرياضي الذي أحيا عدن. وإحنا هذا الشيء اللي نتمناه، ونتمنى أن البطولات هذه تستمر. وانتزع فريق الشعلة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب على فريق الروضة بهدفين لهدف، ليواصل الشعلة مطاردة المتصدر برصيد 30 نقطة، وتجمد رصيد الروضة عند 12 نقطة في المركز السابع. والله مباراة كويسة اليوم الحمد لله، تصدر نادي النصر على مجريات المباراة وتقدم بالنتيجة، ألف ألف مبروك حتى لو كنا مشجعين نادي الميناء. ألف مبروك نادي النصر، هارديك من عدن. ولحساب ذات الجولة، حقق فريق التلال فوزا جديدا على المنصورة بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد المنصورة عند 19 نقطة في المركز السادس. واختتمت المباريات بفوز نصر عدن على مضيفه الميناء بثلاثية لهدفين ليرفع النصر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الميناء عند نقطة يتيمة في ذيل الترتيب. صالح حنش، الغد المشرق، عدن.